هذا الشيخ رحمة الله عليه دخيل العصيمي من كرماء عصره، ورجل كريم وتقي ونقي، الله يغفر لنا وله والدينا وكل مسلم. فكان يفتح بابه الفجر، ذاك الوقت الناس توقد بالنار حطب والدخان هو اللي يجذب المسايير والضيوف، حتى لو ما يعرفون من هو صاحب المنزل، إذا شافوا الدخان اللي يطلع من البيت عرفون هذا بيت كرم. فيوم من الأيام بعد صلاة الفجر جوه الضيوف وتقاهوا وأفطروا، اليوم طلعوا وجت حرمة قالت يا أبو عبد العزيز ترى ما عندنا اليوم ما تقدمه للضيوف، انجو جانا أحد والله ما عندك ما في شيء. لبس البشت، وكان ذاك الوقت الرجل يعني كأنه يستعاب أن يدخل للسوق ما تجمل ولبس البشت، فلبس البشت وراح للسوق. دخل عند راعي دكان، الدكان ذاك الوقت اللي هو يستقبل بضائع المزارعين وأهل الأغنام وأهل المواشي ويبيعها مباشرة. فقال عطني يا فلان قوت اليوم وإن شاء الله أجيب لك الثمن. قال ما معك ثمن؟ قال لا. قال والله اسمح لي، اللي عندي ما هو بلي، هذا جايبه اللي جايب من قمح واللي جايب من تمر واللي جايب من زبد وقط وكذا، ما هو بلي، أبيعك سلم لي الدراهم، ما في دراهم الله يستر عليه وعليك. طلع من عنده وهو مكسور الخاطر، تفاجأ يعني بالرد هذا. فهو طالع الناس معهم نباهة ومعهم يعني الفطرة علمتهم حتى بأشكال اللي هم يقابلون. قابله واحد على شيء، يوم قابله واحد عرف وجهه على طول انه متضايق، قال وش فيك يا ابو عبد العزيز؟ قال ما فيني شيء. قال والله ان فيك شيء، قال والله القصه كذا وكذا، وقالت لي ام العيال ما عندنا شيء للضيوف اليوم وجيت باخذ من الدكان وتعذر. قال اقلط اقلط اقلط، ادله على النار اقلط يا جماعه يصير خاطرك الا طيب امشي. قام دخل عنده قال معك كيس؟ قال ايه معي، ها معه له كيس ياخذ تقريبا كيلو وين او ثلاثه. أخذه منه عباه قمح وربطه، قال لا قضيت انت قهوي خذ بس وتراها مني هدية، أبد هدية. الرجال أخذها وخايف أن يقابله أحد يحرجه، حطه فوق راسه وحط الشماغ وحط البشت فوقه كأنه مجودة بالبشت ومشى. أهل الزلف يعرفون المسافة اللي بين البلاد وبين سمناء مسافة طويلة جدا، فهو يمشي كان مقابله هواء، وسبحان الله كان الشماغ يرتفع بهالشكل فأطلع الرباط حق الكيسة. كان في حرمة جالسة تلقطع شاب، يوم شافت الرباط اللي على الكيسة استبشرت خير، قالت إن شاء الله وجه خير هذا. وهي تجي قالت يا لحيت الغانمة، والله إن عندي بناتي لهن ثلاثة أيام والله ما طبخت لهن اللي يطبخونها الناس، أطبخ لهم هالعشاء، أجمع هالعشب ويأكل إنه والحمد لله يا الله. تكفى. قال اعطيني شيء اكب منه، يقول يوم نزلت الكيس وكبيت نصه ولا والله ما كبيت لها شيء، ما انا شيء وانا ما بقيت لي شيء، قلت بس خذ الجميع واكبه كله وانا امشي. يقول وهي ترفع يديها قالت يا الله يا رب ان تنزل على خيرات السماء وتنبت له خيرات الارض يا الله بهالساعة المباركة. يقول مشيت من عندها، يقول انا يوم قبلت على سمنان ولا اشوف واحد جاي من جهة الجبل جبال طويق، يقول معه راحلة أو الله يكرمكم دابة، المهم أنه معه شوي غنم. يقول وأنا أطالع فيه قلت يا الله أنت عيني عليه كان ضيف علي، هذه والله اللي بلشت ما بعدها، الحين أنا جاي متضايق وهذه بعدها بتصير زود والله ما يلا. يقول يوم سبحان الله العظيم أنا أسبره من بعيد وهو يمشي، يقول وانت قابل أنا وياه حول بيتي، قال ما تعرف بيت دخيل ابن عبيد؟ قال وصلت. يبيه هو؟ قال وصلت. شكر الله. يلا حيا يلا تفضل تفضل. يقول ولا يا عم الله يوم دخل الغنم اللي معه بالحوش، يقول قلت ناخذها سلف منه ما يخالف، يقول انا اذبح واحده وادخل على الاهل قلت بس اطبخوها لنا. يقول صل رحنا نصلي انا وياه ورجعنا عزمت الجيران وجو. يقول ويوم خلصنا يقول الرجال به ثقل لا اله الا الله ما يتكلم الا مرة كلامه محدود. يقول يوم خلصوا الضيوف وطلعوا قال ترى هذه كلها أموال لك وارثها من والدينك، والدينك معطيناها قبل 60 سنة وتجمعت ولا أراد الله سبحانه وتعالى أن ناصر لك إلا هاليوم. قال هذا سبحان الله عظيم مصداق الفضل الصدقة. وعلى ما يقول المثل يقول دائما يقولون الظافر منجى والكريم معان.
صحيح. سبحان الله العظيم يعينه الله سبحانه وتعالى. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام. هذه يا تعتبر من قصص القديمة لأهل الزلفي اللي يعني تجمع بين الرحمة والمودة والتعاطف والحمد لله على كل حال. يا الله سبحان وهذا اللي يرفع الإنسان. صحيح. والله هذا اللي يرفعها صدق النية والعمل الصالح والبذل والصدقة، هذه كلها المشاريع اللي الحقيقة هذه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. احنا عندنا بعد جمعية البر في بني يزيد عندهم وقف الخير وعندهم حملة طلقناها أمس سقي الماء، ما شاء الله. نشوف عاد فضل الأجر وفضل الصدقة وش عاد إذا كانت في الماء وسقي الماء. فبإذن الله أن جمهورنا راح يبادر ونكمل هذه الحملة ونكمل هذا الوقف، وقف الخير اسم على مسمى.